ننحني أمام بطولات أبنائنا في القوات المسلحة ونترحم على أرواح الشهداء. وسوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ستنتصر على هذا الأرهاب الجبان المدعوم عالميا. العماد الفريج خلال تفقده وحدات قواتنا الباسلة في الخالدية يؤكد أن ما أنجزته قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب إنجاز عظيم، وهي مصممة على تخليص الوطن من دنسه. القوات الأمنية العراقية تشن عملية ثأر الشهداء ضد الإرهابيين قرب الحدود السورية، وتقتل 9 من متزعمي ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتعتقل 219. سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسع رقعة الاستيطان وتدرج مستوطنات جديدة ضمن قائمة التمويل. أردوغان يواصل محاولات تصفية الجيش والعلمانية في تركيا، وأحكام بالسجن على عدد من القادة العسكريين والسياسيين والكتاب والصحفيين. مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في نشرة